لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. 2-0 في دوري أبطال أفريقيا على فريق الإثيوبي جيما أباشيفار. خلينا نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، نهنيه على المكسب النهاردة. مبروك يا كابتن سيد. كابتن كريم الله يخليك، تحياتي للناس عندك كلهم. الله يخليك كابتن سامي الشيشيني وكابتن محمد فاروق بيسلموا عليك. كابتن فاروق كابتن سيد مبروك. مبروك الله يخليك، الله يبارك فيك، الحمد لله. تعليقك ايه على الماتش النهارده؟ كنا نتمنى النادي الاهلي يكسب اكتر من كده شويه، اللي انت عارف اثيوبيا ونقص الاكسجين والسفر والارهاق، يعني كنا محتاجين نجيب جول او جولين كمان ونقفل القصه خالص. اه طبعا، يعني كنت اتمنى ان يبقى فيه زياده ولو حتى هدف كمان، لكن بالزبط. في النهايه دي كوره يا كابتن كريم. انا اهم حاجه بالنسبه لي ما يكونش فيه هدف في زي كده، يعني ممكن اكسب 3-1 او ممكن اكسب لا قدر الله 2-1، فبتصعب الامور عليا. لكن في النهايه برضه خليني اقول لك، هي فرقه كويسه طبعا، بتلاقي الكوره كويسه بشكل كويس، لكن الخطوره هتبقى والشراسه لو موجوده حتى هناك، فان شاء الله الرحمن نكسب هناك باذن الله ان شاء الله. ثانيا يعني انت عندك حتى نقص عددي، احنا 16 واحد بس. اه احنا اتكلمنا في الموضوع ده طبعا. مش عايز اتكلم على اعداد قد ما اتكلم على مسؤوليه، يعني هي مرحله صعبه بكل ما فيها، يعني كل مباراه بتعديها بمكسب يعني بتعمل اجواء كويسه، بتعمل طاقه كويسه، بتعمل حاجه كويسه داخل الفرقه وحوالين الفرقه، وده المهم يعني. بالظبط بالظبط. حسيت في الشوط الثاني شويه في اخر ربع ساعه، رغم ان احنا كنادي اهلي يعني وصلنا لجون كتير، في الاخر ضيعنا فرص وحسيت بشيء من الارهاق عند لعيبه النادي الاهلي يا كابتن سيد. تلاحم مباريات وتزامن قريب قوي ما بين المباراه والثانيه يا كريم، يعني بظروف مختلفه، بتنشنه مختلفه او بشكل مختلف، فبالتالي بتاخد من اللعيبه، بتبقى صعوبه لو انت مثلا عندك الاعداد كلها كامله او الاعداد عندك كلها موجوده، انت عندك مشكله كبيره جدا في عدد من اللعيبه في المصابين، وعندك مشكله في القائمه الافريقيه اللي انت عند 16، يعني انت عندك صلاح محسن مقيد في القائمه الافريقيه، يعني وليد ازار واحمد فتحي وعلي معلول، انت عندك خط دفاع بالجون بالجون يعني مش موجودين، الشناوي احمد فتحي سعد سمير، عندك محمد علي معلول، محمد نجيب، علي معلول، ده خط صعب الجول تمام، وعندك كمان وليد ازارو وموقوف يسهل وقف ان شاء الله، صلاح محسن، وعندك علي معلول طبعا، وعندك صلاح محسن، فبالتالي عدد كبير جدا من اللعيبه غايبه عندك، يعني انت احمد الشيخ كمان مش مقيد افريقيا، فبالتالي انت كمان انت بتنقص، انت عندك 6-7 لعيبه ممكن يعملوا معاك فارق كويس جدا، محتاجهم حتى عشان تعمل نوع من التدويره او التبديل، ده مش متاح في الفتره الحاليه، لكن ايا كان المباريات او ايا كانت المجموعه اللي انت بتتكلم عليها، يعني انا وصفنا ان هي مرحله صعبه، خدنا منها 5 لقاءات من اصل 9، فاضل 4 لقاءات، منهم 2 في 96 ساعه اللي هي مباراه النجوم ومباراه جيما هناك في اثيوبيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو ماتش جيما هيبقى يوم كام يا كابتن؟ الجمعه اللي هو كام؟ 21، يعني فتره قريبه جدا كمان ما بين النجوم والجيما. بص يا كريم، مش عايز اتكلم فيها بقى، يعني ايا كان من الصعوبه خلاص، يعني ده واقع لازم تتعامل معاه، يعني فتتعامل معاه بايجابيه، عارف ان في، لا قصدي ان فريق الاثيوبي كمان يعني ايه زي ما تقول عارف ان الاهلي مضغوط، فراح مقدم يعني مخلي الماتش بدري بدل 22 او 23 فخلاه 21. اعتقد ان في دوري ابطال افريقيا في الوقت الحالي يا كريم خلاص تلعب جمعه او سبت، يعني متهيألي يعني لحد متهيألي بقى للكونفدراليه، متهيألي يعني كده. لا بيلعب، ما هو المصري والزمالك هيلعبوا بكره في الكونفدراليه، فلا لا جمعه وسبت وحد عادي، عندك 3 ايام بتختار واحد، تختار يوم. يلا اوكي، يلا عشان خاطرك حبيبي يا كابتن سيد. بقول لك كابتن سيد، فاكر انت اثيوبيا طبعا صعوبه بس كنا بنتكلم في ماتش المنتخب الاولمبي، فاكره بتاع 5-5؟ لا مش فاكره. لا لا انت الوحيد اللي جبت ضربه جزاء يا كابتن سيد. انت شفت في حياتك ضربات جزاء؟ الكوره الوحيده اللي جبتها ضربه جزاء في حياتك. في حياتك كلها تشوف ضربات جزاء تنتهي 2-1 وكل شوط. كل شوط وتنتهي 2-1. ما لسه فاروق كان بيحكي لي على الماتش، احنا فاكرينه طبعا ونقص الاكسجين والكلام ده، فيعني عشان كده كنا عايزين الاهلي يكسب النهارده كتير، وكمان بنتكلم في فرق اجيال، يعني انا حتى كنت بتكلم مع فاروق قلت له الجيل بتاع ابو تريكه وكان سيد عبد الحفيظ قبليه وسيد معوض والناس اللي كانت موجوده دلوقتي، بحس شويه ان الايه في رفاهيه شويه، في رفاهيه او مفيش المسؤوليه، مفيش الجلد. ايوه الكلمه، انا مفيش الجلد زي الاجيال اللي قبل كده. حتى الجيل اللي قبل كابتن سيد عبد الحفيظ وقبليكم كان كابتن وليد صلاح الدين وخالد، يعني كان في جلد وفي مسؤوليه، لكن دلوقتي بحس شويه ان اي حاجه بيحصل له حاجه بيقع. ولا ايه يا كابتن سيد؟
لا هي دايما بتدور في عبر الزمان على الشخصيه يا كريم، يعني سمات الانسان، التربيه اللي بياخدها. حتى بقول دايما حتى في مراحل المشيه وخصوصا الفرق الكبيره اهتموا جدا جدا بالموضوع ده. يعني ازاي تتعامل مع اللاعب او ازاي اللاعب يتعامل معاك، صح، ازاي بقى تفكيره وطريقه حياته واسلوب واسلوب الحياه بالنسبه له عامل ازاي يعني. فده مهم جدا الحقيقه. يعني انا مثلا يعني ميسي ورونالدو مثلا يعني مش اصحابي، لكن انا متاكد ان هم عندهم ناس حواليهم بتجدد لهم الدوافع طبعا مليار في المية. وهم كمان عندهم هدف وطموح حلو. لا جميل جدا ان انت بقى عندك انت من نفسك كده، يعني انت شخصيتك كده او مولود كده، ده حلو جدا. لكن ممكن يبقى حواليك ناس كمان تجدد لك الدوافع يا كريم، صح، حتى لو كانت بفلوس على فكره، ده ما فيش مشكله. يعني ممكن الواحد ده شغلته دي، يعني دي تبقى من 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 صميم شغله كده، ان هو يتعامل معاك وانت كمان تبقى عندك استعداد ان انت تسمع منه. اوكي، لان الامر اختلف عن زمان. يعني انت كنت لسه بتتكلم على اجيال طبعا كبيره جدا وكل حاجه، لكن في العصر اللي انت فيه دلوقتي بقت الحته الماديه كمان ممكن توديك في مكانه تانية خالص. صح. يعني زمان كان عندك سقف هتوصل ليه مثلا، مهما لعبت ومهما رحت ومهما جيت الحته الماديه هتوصل لحته معينه، لكن في العصر اللي انت فيه ده انت ممكن تحقق حاجات يعني تفوق الخيال يعني. صح صح. كابتن سيد، شفنا شريف اكرامي طبعا اشتكى في نهايه الشوط الاول باصابه اعتقد في العضله الضمه، وبس انتوا طبعا يعني ايه مش خليتوه يكمل، يعني شفتوا انه ممكن يكمل كده بدون ما يرهق نفسه او يتعب نفسه. لا الحمد لله، يعني ما فيش حاجه ان شاء الله الرحمن، يعني ممكن تبقى مجهده برضو زي حسام عاشور، هنشوف الانكل بتاعه عامل ازاي يعني. يعني بص يا كريم، يعني انا عارف، بس انا خوفي ان انتوا تسافروا اثيوبيا بحارس واحد. لا ان شاء الله الرحمن، يعني حتى الشناوي دخل معانا شويه، يعني الشناوي قرب. قرب جدا يعني. اللي عايز اقوله بس في النهايه، يعني مش هقعد ادور ولا افكر في الحاجات السلبيه اللي حواليا. يعني انا في حاجات طبعا، في حاجات كتير جدا ظروفنا فيها صعبه، واخطرها بالتاكيد هي العدد الاصابات اللي موجود. تمام. لكن كل ما بكسب بقى 1-0 يعني 2-0 3-0 ايا كان الوقت ايا كان العدد مش مشكله، المهم عدي بس بالمباراه ديت. لازم اكون موجود، ما بعدش خالص سواء كان هنا او هنا، فان شاء الله الرحمن ده يتحقق يعني. وخدنا اكثر من 50% من المرحله اللي هي 5 مباريات، فاضل 9 او سوري اسف، فهم من اصل 9 فاضل 4. لا فاضل 4، فاضل مباراه النجوم ثم مباراه جيم هناك في اثيوبيا، وبعدين هنرجع على الداخليه يوم 26 ثم مباراه امبي. ونعدي المرحله دي ان شاء الله. ان شاء الله. السفر هيكون امتى لاثيوبيا كابتن سامي؟ انا هسافر ان شاء الله الرحمن بعد مباراه النجوم مباشره على طول يوم الاثنين بالليل. بالتوفيق يا كابتن سيد. تحب تقول حاجه لجمهور الاهلي النهارده يعني، وخلال الفتره القادمه طالب منهم ايه جمهور النادي الاهلي؟ لا هم عارفين كويس قوي دورهم، وعارفين كويس قوي يعني اللي ممكن يعملوه، وانا واثق جدا فيهم. يعني الحمد لله رب العالمين، انا عارف كويس ان دي كانت مرحله صعبه، وهتعدي بشكل كويس ان شاء الله الرحمن. يعني وهتتكلم على معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بعد فوز النادي الاهلي على فريق جيما بطل اثيوبيا، زي ما قلنا كنا بنعمل ان احنا عندنا اهداف كثيره، لكن ان شاء الله 90 دقيقه القادمه في اثيوبيا باذن الله النادي الاهلي يصعد لدور 16. كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، بشكل عام يا كابتن سيد بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ اداء النادي الاهلي ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده تحديات صعبه جدا، 16 لعيب زي ما انت قلت، ما بنتكلمش في اعداد لكن بنتكلم في روح لعيبه واصرار. بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ يعني الحمد لله طبعا يعني مكسب، بس كنت اتمنى ان هو يزيد ولو هدف كمان، لكن هي دي الكوره يعني. الحمد لله 4-0 يعني 2-0 احسن بكتير من 3-1، لكن عدد من الاهداف في الشوط الاول او الشوط الثاني كان ضايع، لكن برضو الحمد لله طبعا خلاص يعني المباراه انتهت 2-0. نعمل ان احنا ان شاء الله الرحمن نخش في الدوري يوم الاثنين مع النجوم، وبعد كده نسافر ان شاء الله على اثيوبيا. برضو زي ما بقول يعني عددنا قليل صحيح، لكن اصابات كتيره صحيح، لكن في النهايه عندك هدف، وكل ما كان الهدف كبير اعتقد التضحيات او العقبات او الازمات بتسهل عليك. عارف ان كابتن يوسف هو المنوط طبعا بالحديث على الاداء الفني، لكن بخبرتك الكبيره كابتن سيد ما يميز فريق اليوم النهارده؟ يمكن عندهم كوره بينقلوا في نص الملعب كويس، يعني بتشوف الجيم للعوده ازاي؟ خبرتهم كويسه طبعا بالتاكيد، وهم على فكره الكره الاثيوبيه بشكل عام مش الفرقه دي بس، يعني حتى منتخب اثيوبيا حركتهم كويسه، يعني استلامهم عندهم ثقه في نفسهم طبعا. لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله مع عوده بعض اللعيبه في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الرحمن نعمل نتيجه كويسه هناك باذن الله. عارف ان في تلاحم مباراه كبير جدا يا كابتن سيد، مباراه النجوم ضيقه مع السفر لاثيوبيا، لكن بنقول تحديات على طول منهم مره في فتره صعبه جدا على فريق النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم ازاي مع اللعيبه؟ لان الفتره دي محتاجه قلب ومحتاجه قوه كبيره جدا يا كابتن سيد. احنا وصفناها ان مرحله القلب الجامد، يعني خدنا 5 لقاءات من اصل 9، فاضل 4 منهم
اثنين في 96 ساعة اللي جايين او اللي بعد يوم الاثنين مباراة النجوم يوم الاثنين على طول يعني بكرة وبعد بكرة وبعد كده مباراة النجوم وبعد كده هنسافر على اثيوبيا وان شاء الله الرحمن نرجع للملاقات الداخلية ثم انبي وبعدين ان شاء الله الرحمن يبقى حديثنا يبقى طويل ان شاء الله. شريف اكرامي وعاشور عايزين نطمن عليهم، شفنا شريف كده بقى بعد كرة السبت ما بيشوتهاش عاشور طلع، عايزين نطمن عليهم يا كابتن سيد. عاشور لسه هنشوف ايه الاخبار، ممكن تكون جازع ولا حاجة في رجليه او كدمة مش عارف، لسه هتشوف مع الدكتور، لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى الامور خفيفه يعني. انا عارف ان انت بتاخد مرحله مرحله كابتن سيد ونادي الاهلي بياخد، لكن الفتره اللي جايه عندنا مباريات عديده ورا بعض، بتقول ايه للعيبه وشايف المباريات اللي جايه ازاي وايه الرساله اللي ممكن اوجهها لكل ما عندناش حل ولا عندنا غير اتجاه واحد وطريق واحد ان احنا نكسب، وان احنا نكسب بروح وبعزيمه. عارف طبعا في جهاد شديد على الفرقه، عارف كده كويس على حاله اللعيبه، بتزيد من الامر صعوبه اساسا ان انت عندك اصابات وعندك كمان يعني قائمة الافريقيه وعدد كبير عدد من اللعيبه مش موجود فيها، لكن في النهايه برضو زي ما قلت لك الهدف طالما كبير يعني مهما كانت التضحيات او الازمات او العقبات لازم تبقى هينه بالنسبه لك طول ما الهدف كبير يعني. كنا كابتن كنا بنعمل في حضور عدد كبير من جمهور النادي الاهلي رغم القله المتواجده، لكن المسانده ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه احسن باذن الله ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وزي ما سمعتوا طبعا كنا بنعمل ان يكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي كان المتواجد، نقدر نقول 1000 مشجع من جمهور النادي الاهلي كان متواجد اليوم، كان ليهم تاثير وكان ليهم صوت كبير في الملعب، لكن الفتره اللي جايه نتمنى الدعم والمسانده لجمهور النادي الاهلي للبطوله الافريقيه في بدايتها، واضح ان هي هتكون بطوله صعبه جدا. فريق جيما الاثيوبي ادى اداء مميز رغم وصوله متاخر، رغم عودته الى القاهره فجرا ما اداش تدريبات على استاد برج العرب، واضح ان المباراه القادمه في اثيوبيا ستكون مباراه قويه ومباراه صعبه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن باذن الله باذن الله تكون عدد من اللعيبه رجع لنا، عدد من اللعيبه المصاب باذن الله يكونوا دخلوا فورمه المباريات، وباذن الله 90 دقيقه الاولى قدرنا ان احنا نحقق فيها هنا نتيجه مطمئنه 2-0، نقدر نقول نتيجه طيبه حتى هذه اللحظه. باذن الله المباراه القادمه النادي الاهلي يحقق اداء ونتيجه نصعد الى دور ال 16. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملعب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.